السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في تقضية كورونا. اليوم غادي نتقداو داكشي اللي خصنا لواحد 3 ايام ولا 4 ايام باش ما نبقاوش نخرجوا عاوتاني. اول حاجه الحوت، يلا بسم الله سيدي. خويا ها تشوف ها هو صاحبنا، هذا مول الحوت هو اللي كنجي عندو ديما من اسفي الدراري الله يعمرها دار ومالو. هي شحال كذا تما؟ ها هي لومبرينيت. ها راه سي ميكال الله يستر. ها الكالامار وحوته الفران الله يعطيك الخير. ما يخص شويه ديال الكروفات غادي يدق على شي شويه كروفات. ها مزيان ياك سير. فوالا بعد ما تقدينا الحوت غادي نمشيو نتقداو اسيدي عند مول الحانوت شي حاجه و ديت اليومين ثلاث ايام راك عتعرفو السكر المهم داكشي اللي المهم وصافي. يلا خويا كاين التومة ارانا شي ثلاثة ولا اربعة طريوسة يكونوا زوينين الله يستر عليك. احنا خدينا تقضية يلا حط لي في الكات كات. الله يرضي عليك هاك باب يجي ليك سير وليدي الله يرضي هاك بسم الله شكرا يلا حفظك يلا نطلعوا الكات كات. يا بسم الله ما يمكن ما كتشوفوا هاد التقضية ها باب يجي ليك ها العيبات ها الحوت ها الخضرة دونك الحمد لله هادشي اللي غيقتلنا فوالا كيما كتلاحظوا معايا انا في الكات كات ها التقضية ديالي ديال 4 ايام ولا 5 ايام ان شاء الله ودابا غادي للدار. وامي هانا I believe I can touch the sky. Hey, Wadia, حالتنا اليومية الكورونا. كنتمنى ان شاء الله كل شيء الصحة والعافية وتكونوا بخير وعلى خير. احنا قربنا من الدار هادشي باقي هو هذاك ها هو طاح الله 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 ها هو الشيفور ديالي هذا هو الشيفور ديالي فوالا ها الحوت هاد السردين ديال البشيشات يلا معايا ناري غيديو بليا هاك هاك حنين تاكل
هاكي توحشتونا، توحشتوا البنادم هاك. راه موجود الخير، لا ما تخافوا هاك. سيرتا موجود الخير هاك. سير كيما كنقول لكم احبائي، خص مره مره ديروا بحال هكذا البساس والكلاب اللي كاينين في الزنقة، وحتى الناس اللي كاينين ما عندهمش يفولي زيدي يا صاحبي. واخا يكون عندك 10 دراهم تقسم معاه واحد 5 وتاكل حتى 5 ما فيها باس، والله كيرزق كل شيء هاك. لا تقول زعما غطيح اونفان ولا شي حاجه، لا عمرك طيح اونفان، سيرتو كنتي كتفكر بكرشك ولادك ولاد الناس، ومن اخص ولاد الناس هما الاولين، هذه كتكون برا. هاي حوته الاخرى فوالا، بعد ما عطيناهم يقصيو دابا نمشيو نطلعو الماكلة ديالنا للدار. فوالا سيداتي وسادتي، كنتمنى هاد الحلقة تكون عجباتكم واستفدتوا منها شوية، وإن شاء الله الماكلة قريبا جدا إن شاء الله غندير لكم واحد طبق خطير أنا كنوجد فيه. الله يعاونكم وتهلاو في روحكم، تحياتي لكم.